محد خالي من الأمن حتى بروح الملاك. اوعى تقول للناس لي يا عم بركان سكت. وشاعرنا الأستاذ عبد الله بغازي. ولسه بيشتري حاجات بيدفع في المسخره غالي
وبيدفع اكتر في الصلاه، رافع في الحوالي الندى، وبعلو حسه بكيا بيقول، يطلع عليه طفل شامخ ويقول له صلي على الرسول، ويقول له صلي على الرسول، ومهما الفقر فينا هيرعى، مش ممكن نبيع الاصول، مش ممكن نبيع الاصول.